بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية دايما يا رب، ولا تحتاجوا أي دواء ولا تحتاجوا الطبيب، ربنا يشفي ويعافي يا رب الجميع. هقول لكم في الفيديو ده أو هتكلم في الفيديو ده عن تأخر الحمل أو عدم حدوث الحمل، أو ليه ما بيحصلش حمل رغم إن في دورة شهرية، دورة شهرية يعني في تبويض، بس ممكن يبقى فيه بقى تكيس مبايض، انسداد في قناة فالوب، التهاب في قناة فالوب، التهابات في الرحم، التهابات عنق الرحم، في أسباب كتير. ولو بصينا هنلاقي على فكرة ده شيء أخضر أنا ماسكة كده، يعني لو بصينا هنلاقي إن الأسباب كلها مرتبطة ببعضها أيا كان نوع السبب، فعلاجها واحد وعلاج الأمراض كله واحد. ده اللي أنا شفته من تجربتي وبتجربة ناس متابعين معايا، وفي ناس كتير الحمد لله، وفي ناس بقت حامل دلوقتي والحمد لله من فضل ربنا. أول ما قبل ما أقول لكم إيه العلاج أو إيه الحل، إحنا هنعالج الأسباب نفسها مش هنعالج الأعراض، إحنا هنعالج إيه سبب المشكلة. أول حاجة سنة كده تقريبا ما بنتكلمش فيها حصل حمل او ما حصلش حمل، بعد سنة ما حصلش حمل نقعد نشوف بقى. لا، المفروض ان انا في ناس كتير بتقولك لا بعد سنة، لا ما انا ممكن بعد سنة، بس انا ما ابقى جاهز، يعني ابقى تبقى جاهزة، يعني تبقى صحتك حلوة. يعني انت لو بكملتيش سنة دلوقتي مش معناه ان انت تفضلي بنفس الغلطات او الاخطاء اللي بتعمليها ونفس مشاكل الدورة مش منتظمة، في شعر كثيف، في لبن في الثدي، في التهابات في عنق الرحم، في ايا كان السبب نفضل سايبينه. لا، نعالج الاسباب وكله بامر الله. اول حاجه قبل ما اقول لكم هنعالج الاسباب ازاي، الاسترس او التوتر او القلق، انك انت تفضلي قاعده مستنيه ميعاد الدوره بتوتر، حتى لو هيحصل حمل مش هيحصل، لان التوتر والقلق والحاله اللي انت بتبقي فيها دي بترفع الكورتيزول، وده بيدمر الجسم بالكامل، مش هيحصل حمل. وطبعا لما يبقى في مشاكل في الجسم والبويضه مش هتبقى سليمه او تبقى ضعيفه او حجمها صغير، يعني مش هيحصل حمل. فنعمل ايه؟ اول حاجه نبعد عن التوتر والقلق ونسلم امرنا لله وناخد بالاسباب، ناخد بالاسباب، نعالج الاسباب، الاسباب نفسها. اول حاجه لو في تكيس مبيض او اي مشكله من المشاكل اللي قلتها، الدوره مش منتظمه، بتيجي كتير، بتيجي قليل، بتيجي كل 3 شهور 5 شهور ايا كان، هو العلاج واحد لكل اي مرض في الوجود، اللي هو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع سبب ايه؟ ليه بقى الصيام المتقطع هو العلاج؟ لان الصيام المتقطع بيريح الجسم، الجهاز الهضمي، الجسم بيتعافى، بيتخلص من السموم والمشاكل اللي فيه، فبالتالي لو في اي مشكله بتخلص بتنتهي. طيب هل الصيام المتقطع لوحده كفايه؟ لا، لازم نغير نظام اكلنا وحياتنا عشان نخف. لو احنا مرضى وعشان نخف لازم نتحمل من 3 شهور ل6 شهور نمنع السكريات تماما والنشويات، وده اللي انا عملته، والفاكهه. هل الفاكهه مش مضره او ان هي ما فيهاش فيتامينات؟ عشان في ناس معترضه على الفاكهه، لا انا عايزه اقلل نسبه الانسولين. من كتر الانسولين وافراز البنكرياس بيفرز انسولين، بيحصل حاجه اسمها مقاومه انسولين، فبيجي منها كل المشاكل اللي انتوا شايفينها دي، التهابات وتكيس مبايض، كل ده بسبب مقاومه الانسولين. الخلايا جعانه، الغذاء ما بيخشلهاش، فاحنا عايزين نريح البنكرياس، نريح الجهاز الهضمي، نزود حمض المعده بتاعنا. في فيديوهات بتتكلم ازاي نزود حمض المعده، ايه الاكل الصحي، فيه برضو فيديوهات بتكلم فيها عن نحنا ناكل، المفروض ناكل ايه والفيتامينات اللي المفروض ناخدها. هنركز قوي بقى على فيتامين د وفيتامين اي، ودول انا ما بحبش الفيتامينات اللي انتوا بتجيبوها من الصيدليه دي بتبقى صناعي، مفيش حد عنده ضمير دلوقتي مش هيعملوا لكم، مش هيجيب لكم فيتامينات من النباتات من الاخر كده. حتى السنتر ما انا كنت باخده لقيت فيتامين اي فيه صناعي. الا اذا بقى في حد في شركه موثوق منها براحتكم، لكن فيتامين اي موجود في السمسم،
وموجود في الخضروات الورقية، والسمسم كمان فيه كالسيوم. الفيتامين ده الموجود بقى بضمان مضمون قوي في الشمس، لا هتاخدي جرعة زيادة ولا قليلة، موجود في الشمس. طب لو استحالة ان حضراتكم تقعدوا في الشمس هتعملي ايه؟ هتجيبي زيت كبد الحوت وتاكلي بيض بلدي. الدهون الحيوانية والدهون الصحية في فيديوهات برضه، عشان ما اطولش، عشان انا لو شرحت كل حاجة عايزة لي ساعتين. وفي ناس بتقول لي انت بترغي. طب يا جماعة انا دلوقتي عايزة اقول كل حاجة وتقولوا لي بترغي، طب ما اقولش يعني، انا مش عارفة بصراحة، انا احترت. في فيديوهات بتتكلم عن ازاي كل الفيتامينات والاعشاب والصيام المتقطع التزمي بيهم يا حبيبتي، هتخلفي ان شاء الله، والبيبي كمان هيجي صحته حلوه قوي ان شاء الله. ابعدي عن التوتر والقلق. تاني بقولها نهتم بصحتنا، نعمل رياضه، نتمشى، نتحرك. لو في سمنه هتنزل، هتخسي، اجهزتك الحيويه كلها هتتصلح، كلها مش حته واحده، لا ده كلها. بس انا عايزه منك الاسبوع الاولين هنصوم 16 ساعه، الاسبوعين اللي بعديهم نزود كل اسبوع ساعه، بعد شهر يبقى احنا بنصوم 18، بعد كده نصوم يوم في الاسبوع 24 ساعه، يعني ناكل وجبه واحده في اليوم. نحاول نزود عدد ساعات الصيام، بس مش هينفع من غير ما تكون الوجبه اللي احنا بناكلها فيها كل العناصر الغذائيه، الا هيجي لنا ضعف ومش هتتحل المشكله. لازم انا بدل ما باخد دواء بيبوظ الكليه ويبوظ لي جسمي وما بيشفينيش، لا اتحمل على نفسي واجي على روحي بقى، معلش احرم نفسي شويه، وان شاء الله بعد ما تشفي هترجعوا تاكلي تاني كل حاجه، وهتبقي حامل ان شاء الله، والبيبي يبقى صحته حلوه وزي الفل، لانه هيتكون في جسم نظيف ما فيهوش سموم ما فيهوش مشاكل صحيه، هيجي هو كمان البيبي صحته حلوه. وامان على كل واحده شافت الفيديو بتاعي والتزمت باللي انا قلته، اول ما تبقى حامل تفرحني، ربنا يفرح قلوبكم يا رب، عشان انا بفرح قوي لما حد بيقول انا شفيت من كذا او من كذا او من كذا. يا رب يعافي الكل ويشفيكوا ويديكوا الصحه. ده شاي اخضر انا حبيت اوريه لكم عشان ما تجيبوش اللي في الاكياس. الشاي الاخضر بيبقى كده، التاني مطحون الله اعلم بقى محطوط عليه، انا بثقش في حد. جيبوا كل حاجه سليمه زي ما هي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومه جديده، ويا رب بالصحه والعافيه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.